أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اليوم الكاهن وسيد الكهنوت المختبئ كالجرد في كهوف صعدة يقول أن أي تراجع لأسباب موضوعية لا يعني نهاية المعركة. طبعا هو يسلم الآن ويدعو عناصره وميليشياته إلى الانسحاب لأنه سلم بالهزيمة القاسية التي تلقاها والتي سحقت فيها عناصره في الحديدة وفي الساحل، ولا زال تزال البنادق تحصدهم أكثر من 1500 صريع حتى الآن منذ بداية المعارك. ندعو الجميع أنه ينسحبوا من هذه المعركة. هو الآن يسلم ويدعوهم ويقول أنه سقوط بعض المحافظات لا يعني الهزيمة، والدليل ما حدث في الجنوب. أنا أبشرك يا عبد الملك الحوثي أنه رجال المحافظات الجنوبية وأبناء اليمن من المحافظات الجنوبية هم من يتقدمون المعارك اليوم، وسيسحقونك وسيدسونك بأقدامهم. إذا كنت اليوم تسخر منهم فلابد أن تلقى ردا وافيا كما لقيه أخوك من قبلك. أرحب ضيفي في الاستوديو الشخصية الاجتماعية البارزة في الحديدة الدكتور عصام هبة الله شريم عضو مجلس الشورى. أرحب بك دكتور. مرحبا بك. مرحبا وأبارك بكم. وبارك لك ولكل أهلنا في الحديدة هذه الانتصارات ابتداء. ألف مبروك لك ولنا وللشعب اليمني ولأبناء تهامة قاطبة، يعني من قلوبنا نزف هذه التبريكات والتهاني ونعتبره يعني بداية لأعياد إن شاء الله نحتفل بها جميعا كما قلنا من قبل على شاشتكم المباركة أنها بإذن الله سنحتفل جميعا على سواحل الحديدة بالعيد. اليوم ما المطلوب من أبناء الحديدة؟ هل المطلوب أن نسمع أخبار الانتصارات ونركن إلى هذه نركن إلى هذه الأخبار وننام ونكرر أخطاء سابقة؟ نحتفل. دعني يعني أستأذنك بالبدء من خطاب هذا المعتوه الذي يتحدث بين الفنية والأخرى حول الانسحاب التكتيكي الذي ما افتك أن يذكره من انسحاباته من الجنوب ومن عدن ومن غيرها، ومن وهو ينسحب تكتيكيا ويعد أنصاره بالنصر المبين المؤزر الذي سيهبط عليه من السماء وهما وكذبا وزورا ليغرر بأبناء الناس ويزج بهم في المحارق، ثم يأخذ قناديله بعيدا عن المعركة. ومن هنا يعني أي عاقل يمعن في خطابه الذي يبث اليوم مقاطع منه عبر بعض الوسائل التواصل الاجتماعي سيجد أن هذا يعني مقدمة، هذا الخطاب ما هو إلا مقدمة للانسحاب وللهزيمة ولأن يجر أذيال الخيبة من الحديدة مكسورا مدحورا كما جر أذيال الخيبة من غيرها. وبالتالي من خلال هذا الخطاب الذي صدر من هذا المعتوه نفسه، يعني أقول لأبناء تهامة والحديدة كامل أنه يجب أن يقرأوا لمن تبقى من أبناء تهامة في صفوف الميليشيات أن تقرأ هذا الخطاب، يحاولوا أن يقرأوه بنوع من البصيرة والتمعن، سيجدوا أنه إعلان استسلام وهزيمة على الأقل في جبهة الساحل. وبالتالي يعني فليحفظوا رؤوسهم وليحفظوا أبنائهم وليسطروا سفرا من أسفار الشرف والكرامة. ولا يعني لا أخفيك القول، أنا عندما يعني وقفت الأمس على أخبار وصول القوات المشتركة إلى الجاح وعادت بي الذاكرة إلى ما كتبه الطاغية جد هذا المعتوه أحمد حميد الدين عندما كلفه والده بإخضاع قبائل الزرانيق في حينها، وقاتل الزرانيق قتالا شرسا ضد الأئمة حتى أنه فشل وخسر معظم قواته، حتى كتب شعرا قال فيه: يا صاح إن الجاح قد أضنى فؤادي وابتلى عيني سهادي. يعني اليوم نحن نعيد التاريخ والتاريخ يعيد نفسه. نعم. ومن نفس الموضع الجغرافي وعلى نفس الأرض الطاهرة. أيضا كانت نهاية الإمام أحمد ابتدأت من الحديدة. نعم. من مستشفى وقتل الحديدة. نعم. وقتل في المستشفى الذي سمي مستشفى الإصابة القاتلة كانت في مستشفى الحديدة. نعم. التي بعدها بعام تقريبا وبإذن الله يلقى
عبد الملك الحوثي نفس المصير، وعلى أيدي أبناء اليمن الشرفاء قاطبة، وبالأخص أبناء تهامة الشرفاء ممن يسطرون أروع الملاحم ضمن القوات المشتركة وضمن وتحت غطاء التحالف العربي وضمن قوات الرأس الجمهورية. اليوم هناك تحرك أيضا من داخل الحديدة. بداية الوضع داخل الحديدة اختفت كل النقاط لعناصر الميليشيا، بالمقابل هناك تحركات قوية لأبناء تهامة، الجميع سيحمل السلاح لإخضاع هذه الميليشيا. تخلى عنهم الجميع، تخلى عنهم معظم الشباب الذين كان مقرر بهم من أبناء تهامة، ولنا تواصلات مع كثير من الشباب الذين كانوا في إطار صفوفهم، وكثير من الشباب وعدا بأن يرمي سلاحه مجرد أن تصل القوات المشتركة، وبالفعل ما أن تقدمت القوات المشتركة حتى تواصل بنا العديد من الشباب والشخصيات الاجتماعية التي رمت أسلحتها وذهبت إلى بيوتها، لأنها ليس لها ناقة ولا جمل في هذه المعركة، وتعلم علم اليقين أنها معركة للدفاع عن الأوهام والكذب. وبالتالي يعلم جميع من يقاتل مع هؤلاء من خارج إطار سلالتهم العفنة أنه لا يرتبط بهم لا مصيرا ولا دينا ولا وطنا، وأن هؤلاء إنما يدافعون عن حقهم المزعوم في ولاية كاذبة، وعن سرقاتهم التي يقومون بها ونهب مقدرات الدولة. سنأتي على تفاصيل هذا الموضوع لاحقا، لكن ماذا يعني وصول القوات المسلحة إلى الدريهمي؟ يعني وأنت أحد أبناء الدريهمي، يعني الاقتراب من الحديدة وتطويق الحديدة والدخول إلى المدينة. أنت يا عزيزي الآن تتحدث عن 15 كيلومتر تفصلك عن مطار الحديدة الدولي، والمطار هو عبارة عن يعني مركز استراتيجي عسكري، وكذلك يعني يمثل بنية تحتية اقتصادية وحيوية للمنطقة وللحديدة وكامل، بل للمحافظات المجاورة لها كاملا. والوصول إلى مشارف الحديدة عبر اقتحام الدريهمي يمثل يعني انتصار عسكري استراتيجي كبير، كذلك يمثل قطعا لكثير من الامدادات والتهريب الذي كان تستخدمه الميليشيات لتهريب الأسلحة التي تأتي إليها من إيران ومن غيرها ومن مناطق مختلفة عبر مواني غير رسمية، سواء في الطائف أو في غليفقة أو في غيرها. وصول القوات المسلحة إلى هذه المناطق يعني قطع شريان مهم لإمداد الميليشيا بالأسلحة المهربة من الدول التي تدعمها، وبالأخص إيران وقطر. نعم، إذن سقوط هي لا نقول سقوط، لكن نقول تطهير وعودة استعادة الدريهمي هي خطوة ربما أخيرة. لكن الحسينية هل ستكون الأمور بنفس السهولة أم هناك محاذير؟ دعني أوجه نداء للإخوة القائمين على القيادات العسكرية وعلى الجيش، هناك معلومات أكيدة تفيد بأن الكهنة يحشدون أو يجمعون قواتهم في الحسينية، ولا أدري ما هي نواياهم، لكن قد تكون نواياهم الالتفاف أو عمل مباغتة للقوات المشتركة والقوات المقاومة الوطنية هنا أو هناك. ومن ثم علينا أن نحذر الإخوة في القوات المشتركة والقائمين على العمليات العسكرية في جبهة الساحل أن لا يستهينوا ولا يعتبروا أن اللعبة انتهت وأن النصر خلاص يعني انتهينا. لابد أن يصحوا وأن يحاولوا بقدر الإمكان أن يتنبهوا لأي ثغرات، وهم طبعا أعلم منا بشؤونهم وبالميدان، لكن نحن من باب الملاحظة ومن باب التواصل والمعلومات التي تردنا من الميدان نحاول أن نساعدهم قدر الإمكان وننبههم بأن لا يتركوا أي ثغرات قد يلتف منها العدو ويحاول التنبه إليها، ولا يأمنوا إلى النصر. لو كان عدوك نملة فلا تنملة، يعني مهما كان الكهنة يعني الحوثة مهزومون ومدحورون ونفسياتهم يعني في الحضيض وفروا وتركوا أسلحتهم وذهبوا حتى حفاة يعني، لكن مع ذلك لا يجب أن نأمن لهم ولمكرهم، ويجب أن نتنبه ويجب أن نواصل المسير، لا نقف عند حدود يعني لا الطائف ولا النخيلة، ولا يجب أن نستمر لكي نضيق عليهم الخناق، وكلما شدينا عليهم
واستمر الجيش في التقدم أكثر وأكثر وحصد منهم من أرواح هؤلاء الأنجاز الكثير منهم، سوف تنهزم عزائمهم ويهزمون في بقية الجبهات. صحيح. وسيسهل على رفاقنا في بقية الجبهات. بالتأكيد دكتور عصام، الحديدة لها أهمية خاصة في هذه المعركة، وسيترتب عليها أشياء كثيرة سنناقشها بعد مشاهدة هذا التقرير. أهلا بكم مجددا. إذن هذه العصابة، عصابة الكهنوت، حولت الحديدة إلى فيد لعناصرها وعصاباتها، وبالتالي خسارة الحديدة ستعني لهم الكثير. برأيك دكتور عصام، ما الذي سيعنيه فقدان الحديدة وخروجها من تحت سيطرة هذه العصابة؟ سيعنيهم الكثير طبعا. بالنسبة للحوثيين الجانب المالي طبعا، ما نقولش الاقتصادي لأنهم يعني كبير عليهم مصطلح الاقتصادي، بس الجانب الإيرادي المالي، لأنهم لا يؤمنوا إلا بالجباية والخمس والزكوات، عقلية تافهة يعني من قديمة، وبالتالي اعتبر الحديدة بالنسبة لهم فقد شريان مورد مالي مهم. ومن جانب السطوة والسيطرة والاستبداد والعنترية التي يمارسوها ضد أبناء الحديدة المسالمين البسطاء الذين يميلون للدولة وللقانون وللنظام، يمثل لهم أيضا شريانا مهما بالنسبة للتهريب، بالنسبة لاستقبال الأسلحة، بالنسبة لتجارة النفط التي أغرقوا بها الأسواق والتي أصبحوا يعني يمتلكون الثروات الطائلة، وعلى رأسهم محمد عبد السلام والمشاط وغيرهم من اللصوص الذين تلطخت أيديهم بالدماء والأموال المسروقة لليمنيين. الحديدة يا عزيزي، تحدثنا كثيرا مع كثير من القيادات العسكرية والسياسية منذ انطلاق عاصفة الحزم، وكنا نؤكد أنه إن أردنا أن يسلموا صنعاء علينا أن نأخذ من أيديهم الحديدة عنوة بالقوة، وبالتالي سيفقدوا مصدر يعني ارتزاق مهم، مصدر يعتبروه يعني مصدر للجباية والمال، ومنتجع بالنسبة ل يعني أغبيائهم أمثال محمد الحوثي وغيره ممن يأتون للتبجح في الحديدة، ويعتبر نفسه أنه شوية يركب موتور، شوية يركب على عربية أبو حمار، شوية على أساس أنه رجل يعني وطني، وأنه زعيم عامل نفسه يعني زعيم متواضع، يعني وصل إلى قمة الزعامة ويركب حمار، وأصلا يعني إنسان الحمار كبير عليه. في اعتقادي أن هؤلاء الناس يعني طيب لا مكان لهم. اليوم هل يستطيع أن يصل إلى الحديدة أو أن يصل حتى إلى ذلك الحمار؟ والله بإذن الله تعالى إن احنا نركبه على الحمار بس مقلوب، زي ما كانوا يعملوا زمان الحرامية اللي لما يركبوا الواحد يعملوا له مخالفة تعزير. أيوة التعزير. فإن شاء الله الحمار نفسه ذن نشوف محمد عياش كحيم فين طارحه لما توصل القوة، ونركب محمد علي الحوثي عليه معزرا بإذن الله. طيب عسكريا وميدانيا أيضا سقوط، أو نقول خسارة الحديدة، تطهير الحديدة، مش تقول سقوط، إن هي ساقطة الآن، هي سقطت بأيدي هؤلاء، ونريد أن وهو دنس لحق بالحديدة فقط، الحديدة وهي تطهر الآن، عودة الحديدة إلى أحضان الدولة وإلى اليمنيين، وتطهيرها من رجس هؤلاء. نعم. واستعادة الحديدة ستلحقها بالتأكيد محافظات أخرى، نتحدث عن ريما هنا. شوف، ريما هي الحامية الجبلية، قد يحاول أن يتحصن فيها هؤلاء، لكن في اعتقادي لا يوجد لهم حاضنة، لا يوجد في ريما، مش بس الحاضنة الاجتماعية أو العقائدية، لا يوجد شيء مغري في ريما يخليهم يدافعوا عنها، ولا يعني بالنسبة لهم لا تمثل بالنسبة لهم شيء. في اعتقادي أنا إن في مقاومة يعني ممكن يقاوموا إما على أطراف حجة باتجاه الشمال يعني في مفرق الخشم، في اعتقادي أنا، لأن حجة تعتبر بالنسبة لهم فيها مناطق، فيها بعض المديرات الحاضنة لهم بعضها، وكذلك ممكن يتمترسوا في باجل أو بعد باجل، باعتبار أنها طريقنا بإذن الله جميعا وطريق كل اليمنيين، بعد أن نتجمع جميعا كقوة ضاربة وننطلق إلى صنعاء. يعني أنا في اعتقادي إذا سمح لنا جميعا ومن خلالكم نناشد قيادة القوات المشتركة وعلى رأسها الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح، أن يسمح لنا بالنزول الميداني إلى مديرياتنا، باعتبار أنا أحد مشايخ الدريهمي بالذات والحديدة، وأحنا على استعداد لتجنيد آلاف الناس من مناطقنا ونحن في إطار المنطقة،
ولان معركتنا لا تنتهي في الحديدة، نحن عيننا تحزن وتدمع على حسناء اليمن، على صنعاء التي يستبيحها هذا المعتوه ومن معه. نحن معركتنا الحقيقية هي تخليص عاصمة اليمن التاريخية عمليا التحرير وتطهير الحديدة، استعادة الحديدة، تطهيرها، لأنه لحق بها دنس الحوادث. قد يزعلوا بعض يقولوا مش نجسة، بس لا، هي تنجست بوجودهم فقط. نعم، بوجودهم فتطهر منهم. صحيح. تطهر صحيح. منهم، وهو حق وواجب لأهلنا في الحديدة أن يحافظوا على طهارة هذه المحافظة من رجس هذه العصابة التي لا تريد باليمن إلا ليست شر. يمنية يا أخي، هؤلاء ليسوا يمنيون. صحيح. لا مش يمنيون، لا، أي واحد بيقرأ ألف باء في التاريخ بيعرف أن هؤلاء هم الأبناء، أياً كان هؤلاء هم أبناء، أياً كان أبناء بعدان هم فرس. قد يكون مغرر بهم، هم يمنيون، قد يكون مغرر لا بهم. لا مش يمنيون، لكن ما هم يمنيون أصلهم. نحن نتحدث الآن عن فكر يدفعهم وعن ولاء وانتماء وارتداد لصالح إيران. يا أستاذي اسأل نفسك، لماذا يحرم هؤلاء الناس أن يتزوج السيد بين قوسين من قبيلية أو العكس؟ ليش؟ لأنهم سلالة نقية؟ لا، لأنهم ليسوا يمنيين، ولأن هذا اليمني القبيلي الحميري الأصيل لا يريد أن يتزوج لكي لا تندثر هذه السلالة التي جاءت لتحكم اليمن وتغتصبه من أبنائه. هذا تاريخ موجود، ما ألفتوش أنا ولا قلت أنا، هذا تاريخ وموجود متاح لكل الناس. لكن هذا لا يمنع أنه هناك في أوساطهم من هو مغرر بهم من أبناء القبائل الذين يلتحقون تحت مسميات كثيرة. هناك منتفعين وهناك مغرر بهم وهناك طلاب. صحيح. سلطة وهناك، يعني هذا تجمع يعني برجماتي للحكم. لكن نحن من هنا من خلال هذه القناة الكريمة نناشد الجميع وكل يوم ومن على كل القنوات نقول يا عباد الله، يا أخواننا ورفاقنا، يعني هؤلاء عصابة جاءت لاغتصاب البلد. بالله عليك، لو كان لديها فكر دولة وفكر حكم، هل ستنهب أموال البنك المركزي وتذهب بها إلى الكهوف؟ هل ستحرم الناس من المرتبات لسنتين بأكملها؟ يا أخي انقلبت، أخذ دولة، ما أنتش أول واحد يعمل انقلاب على السلطة، لكن ابني دولة أصابة. ابني دولة يا أخي. المؤتمر الشعبي العام رغم تحفظنا على تحالفه معهم إلا أنه قدم لهم فرصة تاريخية لكي دخلهم في إطار المشروعية والدولة، أعطاهم فرصة لكي يؤسسوا مجلس، يعني مجلس سياسي على اعتبار أن يكونوا سلطة بدل أن يكونوا عصابة، لكن دخلوا المجلس السياسي ودخلوا القصر الجمهوري، ولكن ظلت عقولهم العفنة هناك في الزنازين وفي السجون وفي الكهوف، ولم يستوعبوا أنهم اليوم داخل القصر الجمهوري الذي يمثل الرمزية التاريخية. صحيح. والسياسية لأبناء الشعب اليمني. نعم. العظيم. دكتور، اسمح لي أرحب بضيفي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد عمر مؤمن. أرحب بك أستاذ محمد، ونتحدث هنا عن الأهمية التمويلية بالنسبة للحوثيين من خلال سيطرتهم على الحديدة تحديدا، وما الذي يعنيه فقدانهم للسيطرة عليها ودحرهم منها. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخي الكريم، ودعني من خلالك أرحب بالضيف المستشار الخطير أخي عصام كريم. وأود في البداية أن أؤكد على ما ذهب إليه أخي عصام كريم، سهامة بطبيعتها أرض طاهرة، ووجود هذه العصابة هو وجود استثنائي. عملية استرداد سهامة سيكون له مردود إيجابي على مستوى استرداد الوطن بصفة عامة. عندنا قناعة إلى بعد أن استرداد المناطق إلى بيت الفقيه، إلى معبد بعد بيت الفقيه، يعني انتهاء الحوسة من سهامة كاملا، بينما استرداد مدينة الحديدة يعني انتهاء الحوسة من اليمن بصفة عامة. الحديدة تمثل شريان طبيعي، والرئة التي يتنفس اقتصاديا، وتعتبر مثل يعني مسار ومنفذ من منافذ التهريب التي تأخذ منه إيران وسيلة لإيصال المعونات العسكرية إلى هذه العصابة الانقلابية. الآن نحن أمام معطيات جديدة توحي بأن أفق الانتصار قد لاح، وعلينا أن نستجمع قوانا وأن نوحد توجهاتنا واتجاهاتنا كله في اتجاه وطن واحد
من خلال الخروج من مناطق النزاعات والتباينات. نعم. إذن الأهمية الاقتصادية التي تحملها الحديدة بالنسبة لهذه الميليشيا هي يعني تمثل يعني الداعم الرئيسي، ربما الحبل السري كما يسميه دكتور عصام. إذا دكتور، الربحية التي حققتها الميليشيا من خلال تجارة السوق السوداء والتي ابتداء بالمشتقات النفطية وغير ذلك، يعني ما يتعلق بإيجاد يعني عمليات غسيل الأموال ومن ثم استيراد بعض البضائع واحتكارها لصالح مراكز قوى داخل هذه الميليشيا، وتحدثنا في بعض التفاصيل. هذا أولا، هذا ما يجعلنا في حالة من الغرابة والاستعجاب. كيف لأبناء سهام وهم يرون أمام أعينهم عملية الاستنزاف والمتاجرة بحقوقهم ومستحقاتهم في الوقت الذي لا يرون أي بادرة سير من هذه العصابة الانقلابية؟ لا يزال البعض يتوجه إليهم بقناعة والبعض بمصالح. للأسف الشديد نحن الآن نكرر النداء إلى كل القيادات السهامية، إلى كل المشايخ، إلى كل قيادات الأحزاب، توقفوا عن الزج بأبناء الناس في أتون حرب خاسرة. قبل فترة قريبة كانت المخا بيد الحوثة، كانت باب المندب بيد الحوثة، الآن المخا وباب المندب بيد قوات المقاومة. قبل فترة كانت الخوخة بيد الحوثة. كل ما خرجوا من منطقة من هذه المناطق أرسلوا هدية الولاء لهذه المناطق بالصواريخ، صحيح، الكتيوشا وبمجموعة. إذن افهموا، كل ما خرجوا من منطقتكم ستلاقون، نعم، لن تلاقوا سوى هذه الصواريخ. إذن نحن الآن يعني نناشد المشايخ الذين مستمرين في عملية الحج، اتقوا الله في أبناء الناس. لماذا؟ هل عندكم تصور ولو لدرجة 1% أن الحوثي يمكن أن يسترد المناطق التي خسرها؟ هذا واحد. ليست المسألة مسألة خسارة وربح في الحرب. في الأخير البلد تخسر كل يوم، تخسر من شبابها، تخسر من إيراداتها، تخسر من تاريخها. نحن اليوم مطالبون اليوم منه نحاول أن نحافظ على ما استطعنا من البنى التحتية من شباب اليمن، نحاول على الأقل نحن لا ندفع بأبنائنا في هذه المحرقة. من لا يزال يعتقد أن ميليشيا الحوثي تدافع عنه أو تدافع عن البلد فهو واهب. هذه الميليشيا تدفع بالناس إلى المحارق كي تحافظ على مصادر دخلها. يا أستاذ عبد الولي، أنا سؤالي استنكاري واستعجابي. هل يتوقعوا أنه ممكن الحوثة ينتصروا في أي معركة؟ الآن الحوثة في كل مكان يتم تدميرهم في شهامة عملية الانتصارات متسارعة بشكل كبير جدا، وكأننا على موعد مع شهر الانتصارات، مع شهر رمضان. إذن ابقى معي أستاذ محمد عمر مؤمن. أعود لك أستاذ دكتور عصام. المقاومة التهامية كانت في طليعة المشاركين في تطهير البلد من رجس هذه الميليشيا منذ بداية معارك الساحل الغربي. اليوم كيف ستكون عملية تنظيم واستقبال المتطوعين للمشاركة في هذه المعركة؟ وأيضا لابد من 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 رسالة خاصة في هذا الموضوع. والله دعني بس أعلق تعليق بسيط على الأخ محمد فيما يتعلق بالمشايخ. أنا أقول إن لا يوجد شيخ يعني بالمعنى الحقيقي، شيخ حقيقي ولديه قبائله وتاريخه يعني يشتغل مع الحوثة يعني بصدق، أو كان من يعمل معهم تحت بين قوسين تحت حجة العدوان كان ولاءه من مشايخ تهامة المعروفين، كان إما ولاءه للمؤتمر الشعبي العام أو للشهيد الراحل. لكن هم استطاعوا أن يعيدوا إنتاج نخبة وهمية هلامية وأنتجوا بطائق سموها مشايخ، وكثير من الشخصيات التافهة الذي استطاعوا أن يصعدوهم ويعملوهم مشايخ ويصنعوا منهم بربغندا. وهذه يعني فقاعات، ما أن يعني تصل قوات حتى تنتهي، ولا يصح إلا الصحيح. فيما يتعلق
بسؤالك، أنا يعني منذ فترة طبعا نتلقى العديد من الاتصالات بالعشرات وبالمئات من طالبي الالتحاق بالقوات المشتركة، وبالذات للأمانة وبالذات ممن يرغبون بالارتباط أو بالالتحاق بقوات حراس الجمهورية. فيعني ومن هذا المنطلق ونحن على مشارف مدينة الحديدة، ونحن أيضا معركتنا قادمة إلى صنعاء، أناشد الجميع القائمين على القوات المشتركة أو القوات أو قوات المقاومة الوطنية أو المقاومة التهامية، أناشدهم جميعا أن يتم استيعاب أبناء تهامة من الراغبين والمتطوعين من كافة الفئات ومن كافة الفصائل وكافة المديريات، وبشكل يعني يتيح لهم الفرصة ويعوضهم عن حرمان الماضي الذي لم يكن متاح لهم الاشتراك في الجيش بالشكل المطلوب ولا في الشرطة ولا، والآن فرصة على الأقل. يا أخي ما حد معصوم من الخطأ، نراجع أخطاءنا ونتيح للناس يعني الفرصة، وها هنا وها نحن جربنا الناس على الميدان وعرفنا أنه يعني ما هو صاحب تهامة اللي كنا ننظره أنه ما هو إلا مسكين الله ولا طيب وكل شيء ما يعمل حاجة، لا، وقت الجد كل الناس رجال وكل الناس وطنيين، وزي ما يقول صاحب صنعاء كل ظفر تحته دم. دكتور عصام هبة الله شريم، عضو مجلس الشورى وأيضا رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى تشريفي في الاستوديو. شكرا وإن شاء الله نلتقي وبانتصارات جديدة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. ومعي أيضا على الهاتف أستاذ محمد عمر مؤمن. فقط أنوه هنا إلى المذبحة الأكاديمية التي ارتكبتها اليوم ميليشيا الحوثي، فصلت 51 أكاديمي من محافظة ذمار. هي هكذا تكافئ الناس أو تعاقبهم، على سكوتهم عن هذه الميليشيا. ربما البعض يعتقد أنه لو سكت بأنه في مأمن، لن تكون في مأمن. هم يعتبرون أن الساكت مثل المشارك، مثل الفاعل، مثل الكذا، هكذا عندهم، لا يوجد مكان للحيادة. إما أن تكون متطرف معهم وتشرع للقتل، هذه عصابة ثقافتها القتل، لا تؤمن إلا بالقتل والدماء، لا تؤمن بحياة مدنية، لا تؤمن بأنه بالإمكان أنه أنت تكون طبيب وفي حالك أو مهندس وفي حالك أو لا، ما تؤمنش بأنه حتى بالنسبة لحرية الرأي لا يمكن، ما فيش حاجة اسمها حرية رأي ولا في حاجة اسمها حياد، ما تكون معنا أو أنت ضدنا. أستاذ محمد عمر، يعني نحن نتحدث أيضا عن ميناء الحديدة والأهمية الاقتصادية التي يمثلها هذا الميناء. أستاذ محمد. أيوة معك. أولا تعقيب سريع على كلمة الأخ عصام. لا يوجد شك يعني ان نحن في لدينا القناعه ان ننطلق الى مرحله يعني لاحقه وجديده نظيفه، ولكن لا يمكن القول ان للاسف هناك مشايخ قاموا بعمليه الحشد، والاسماء هذه معروفه على مستوى سهامه، ونسال الله انه ربنا يهديهم باذن الله، خصوصا ان هذه المرحله الان للامانه ولكي نكون منصفين. والدكتور عصام هو ألمح لهذا الموضوع، لأنه عندما يكون هناك ضغوط قوية كذا، فمطلوب من المشايخ أن يحافظوا على رجالهم بشكل أو بآخر، قد يكون بطريقة التمويه، قد يكون لأنه إذا أنت ما تعاونش معهم سيجيبوا ناس صغار ويطلعوهم ويشيخوهم ويكون الأمر بيدهم، فهو من باب المحافظة على هذه الجماهير يظل معهم، يستطيع أن ينسق معهم ويستطيع أن يقلب المعادلة في أي وقت من الأوقات، هناك تكتيك معين. يعني أي عملية عسكرية حربية تتطلب التمويه، مسألة التمويه هذه أمور افتراضية، ما فيش أحد يرفضها. نحن نتكلم أن لا يتمالأ يعني عملية التمويه إلى أن تصل إلى أن تكون أنت نصير للظالم على المظلوم، نصير لعصابة تحتل مناطق تعتبر يعني مسقط رأسك، تؤيدهم ضد أخوانك وأبناء جلدتك. هذا يعني هذه الفكرة. الجانب الآخر، الآن نحن في طور تحرير متسارع، لذلك نوجه لهم الدعوة
يناشدهم بالله في الحد الأدنى ألا تزجوا بأبناء الناس في هذه المعارك التي لا ناقص لهم فيها ولا جمل. ألا أي وطنية التي يدعيها الحوثي عندما تحدثني أنت عن أكاديميين يا سيدي العزيز، هؤلاء لا يعترفوا لا بعلم ولا بتعليم ولا بتنمية ولا فموضوع أنهم يصلوا إلى أكاديميين لا يعترفوا بشرعية دولية. لا ماذا عن التأمين من الحديدة وأهميته؟ بدون شك عموما الحديدة يعني بطبيعتها الحاضنة للاستثمار الحاضنة لكل شيء هي بحد ذاتها تعتبر جوهرة استلمتها إصابة الآن. ليس الميناء بحد ذاته فقط، الميناء يمثل رافعة من روافع مدينة الحديدة، والحديدة بكاملها هي رافعة من روافع الوطن من خلال الحركة الاقتصادية التي كان يفترض أن تكون تدور في العجلة الطبيعية، ولكن نحن الآن نتمنى بإذن الله أن تعود ليس الحديدة ولكن أن تعود سهامة